إذن متواصلين أيها الحضور الكريم أيها المتابعون، الاستعداد إلى غد موسغ برحلة الشوط الثامن مع أشواطنا هذه الصباحية. يعتبر أول أشواطنا الجعدان لأشواط الصعوب، تابعنا قبل قليل كان هناك الصواب الذي قدمت العرض الذي تشكر عليه، تهانينا لمحمد بن مطر بن محمد الرميثي. نبدأ برحلة الصعوب للجعدان الذي أعلنت انطلاقتها قبل قليل، حامل أسماء كبيرة متميزة، أشعارات قادمة من كل حذب وصوب. ناخذ الصدارة إذن، العودة إلى الشعار الذي قادم بكل إبداع، السريع الذي يتقدم، عبيد بن غصاب العامري قاد هذا الشعار إلى الصدارة. نقلة تالية وصل الشاهين الذي قادم، عبد الله بن أحمد بن عود الرميثي. أشوف المركز الثالث، أشكر قادم بالإبداع الكبير، يتابع محمد بن مطر بن محمد الرميثي على المستوى الثاني حتى ذي اللحظات. ناخذ جولة يا مصورنا يا محمد الخضر، عطنا الإشعارات الذي قادمه. شوف شوط الصعوب، شوط الجعدان الذي حمل مفاجآت هذا السن، سن الإبداع الجميل، سن الجيل الناشي. إلى وين العودة؟ إلى أشكر الذي قاد الصدارة، الذي انطلق بمسار الأول، يتابع محمد بن مطر الرميثي. عندما تابعنا الصواب قبل قليل قدمت لنا الإبداع الكبير، أشواط الصعوبة، أشواط الصعوبة، ولكن وين الصدارة؟ أتانا هناك السريعة، عبيد بن غصاب العامري. النقلة التالية مع شاهين، يتابع عبد الله بن أحمد بن عود الرميثي. شوف التسللات، شوف الصراع، شوف البداية، السلال الشهرية الذي طارت إلى البداية. أروح بالعود الرميثي، أروح بالعود الرميثي، يطير مع شاهين بن غصاب قادم، القدوم الأقوى، ولكن خلاص السيطرة مع البداية. شوط الصعوب يا أخوان، شوط الصعوب مع بداية المسار. سلام بأحمد سلام الذي دائما وابدا ما يأتينا مع هذه السلالة إلا النوعية الفاخرة. مشكور يا عبد الله يا ابن أحمد يا ابن عود الرميثي. لحظات وصول شاهين إلى خط نهاية المركز الثاني، عندك عبيد بن غصاب العامري، والمركز الثالث والرابع والخامس تعود ملكية لمحمد بن مطر بن محمد الرميثي. شكرا لجميع المشاركين. ناخذ التوقيت مع مصورنا، دقيقتين 17 ثانية وهناك 50 جزء من الثانية. كل التوفيق للجميع.